جامعة الكويت تكرم الفريق أول متقاعد سليمان فهد الفهد. الفريق الدوسري يستقبل محافظ العاصمة. مركز خدمة الأفنيوز يواصل تقديم خدماته للمواطنين. في إطار الملتقى السنوي السابع لمركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت وتحت شعار المرأة والاقتصاد، والذي انطلق اليوم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، وبحضور مدير جامعة الكويت الدكتور حسين أحمد الأنصاري، كرمت جامعة الكويت اليوم الأثنين الفريق أول متقاعد سليمان الفهد مستشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لتاريخه الحافل وجهوده المخلصة على مدار سنوات طويلة داخل المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى جهوده في رعاية ودعم عدة ملتقيات وورش عمل. وقال مدير جامعة الكويت الدكتور حسين أحمد الأنصاري في كلمة افتتاحية للملتقى نيابة عن الوزير الفارس إن تكريم الفريق أول متقاعد سليمان الفهد هو تكريم لشخصية وطنية تعتز بها كلية العلوم الاجتماعية وجامعة الكويت، حيث كان له العديد من المواقف الداعمة للندوات العلمية والمشاركات. وقد ألقى معالي مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد سليمان الفهد كلمة أعرب فيها عن شكره لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة ومدير جامعة الكويت لهذا التقدير، والذي اعتبره تقديراً لكل رجال الأمن وليس شخصياً فحسب، بل وساماً تفخر به المؤسسة الأمنية بأكملها. استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم الاثنين الموافق 24 من شهر أبريل سعادة محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنة، الذي تقدم بالتهنئة للفريق الدوسري على الثغة الأميرية السامية وتوليه منصب وكيل وزارة الداخلية، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه. مركز خدمة الأفنيوز يقدم أفضل الخدمات ذات العلاقة بالجمهور والعمل على راحة المراجعين من خلال الوصول إليهم في أماكن تجمعاتهم، فهو يحقق الهدف المنشود ويقدم الخدمات في كل سهولة ويسر لإنجاز المعاملات بما يوفر الجهد والوقت من خلال آلية الموظف الشامل. فمراكز الخدمة تقدم خدماتها في مجالات المرور وشؤون الإقامة والأدلة الجنائية وتنفيذ الأحكام والجنسية والجوازات وبلاغات التغيب والبطاقة المدنية. فالهدف من افتتاح مركز خدمة الأفنيوز هو استيعاب أعداد كبيرة من المراجعين، وذلك لتقديم خدماته لرواد المجمع والمناطق المجاورة لها.